السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تعلم التصوير الفوتوغرافي. معكم قطار محمد، مصور فوتوغرافي. من بعد ما شفنا الحصة اللي فاتت، شفنا انواع الكاميرات، شفنا تطور ديال الكاميرات، شفنا العدسات، شفنا طريقة عمل العدسات. اليوم ندخلوا شوية لإعدادات الكاميرا ونعرفوا شنو هما اوضاع التصوير الفوتوغرافي في الكاميرا. اوضاع التصوير الفوتوغرافي كتحكم فيهم واحد العجله في هذا الشكل هذا اللي كتكون فوق الكاميرا، اللي فيها مجموعه ديال الرموز اللي غادي نعرفوهم كاملين. اولا وقبل كل شيء، اوضاع التصوير الفوتوغرافي كتحكم في مثلث التعريض. عرفنا المره اللي فاتت مثلث التعريض اللي هو فتحه العدسه مع سرعه الغالق مع الايزو. هاد المثلث هذا في التوازن ديالو كيعطينا صوره متوازنه في الاضاءه ديالها. اوضاع التصوير كاين فيهم ربعه ديال الانواع ديال اوضاع التصوير. الوضع الاول اللي هو الوضع الاوتوماتيكي. الوضع الاوتوماتيكي اللي كيرمزوا ليه في جميع الكاميرات كيف ما كان الانواع ديالهم، كيف ما كان الشركات المنتجه ديالهم، بحرف ا باللون الاخضر. هنا الوضع الاوتوماتيكي يكفي انك تضغط على زر التقاط الصوره والكاميرا كتهتم بالباقي، يعني هي كتوازن المثلث التعريض، كتعطيك الاناره المتوازنه بالنسبه لها هي. تقدروا نبداو به كمصورين مبتدئين، ولكن من بعد خصنا نتعلموا نديروا اوضاع اخرى. النوع الثاني من اوضاع التصوير هو الاوضاع مسبقه الاعداد. هنا المصنعين ديال الكاميرات شافوا مجموعه ديال الاوضاع اللي كيصوروا فيهم المصورين وصوبوا لهم اعدادات اللي الكاميرا كتعطيك على حساب هذاك الوضع. مثلا كاين الوضع البانوراميك اللي تيكون هذا الشكل هذا، يعني الوضع اللي كنصوروا به في صوره بانوراميه في الطبيعه. كاين الوضع ديال الرياضه اللي تيكون تيقلب على السرعه. هنا الرياضه يعني كاين فيها سرعه، كاين فيها حركه اللي في الوضع الاوتوماتيكي ما يقدرش يعطيها لك، ولكن الوضع هذا الوضع اللي هو نصف احترافي كياخذ الصوره الرياضيه. اما الوضع الثالث اللي هو نصف اوتوماتيكي والنصف يدوي، يعني كنتحكموا في حاجه وكنخليوا الكاميرا تتحكم في حاجه اخرى. هنا هذا الوضع هذا يعني المصورين اللي بداو كينتقلوا من الوضع الاوتوماتيكي، يعني بداو ينتقلوا من الهوايه ومن العمل المبتدئ الى الاحتراف، ولكن باقي ما وصلوش انهم يكونوا محترفين، انهم يتحكموا في الكاميرا 100% يدويا. هنا الاوضاع كتكون نصف اوتوماتيكيه. كان الحاجه الاولى اللي غادي نهضروا عليها هي الايزو. التحكم في الايزو يا حتى هو تيكون يا اما اوتوماتيكي واما يدوي. الوضع الاول اللي غنهضروا فيه اللي هو الوضع افي في كاميرات او يرمز له بالحرف ا. هنا هذا الوضع هذا كنتحكموا في الحاجه الاولى اللي سنهضروا عليها اللي هي الايزو، يا اما نديروها اوتوماتيكيا واما نديروها يدويا. الحاجه الثانيه اللي عندنا الحق نتحكموا فيها اللي هي فتحه العدسه. هنا السرعه كيتحكم فيها الكاميرا، ما عندناش حق حنا نتحكموا فيها. الكاميرا كتوازن ليا ما بين الفتحه اللي اختاريت انا وما بين السرعه اللي خصنا نصوروا بها باش تعطينا صوره معتدله في الاناره ديال. والوضع الثاني اللي هو وضع اللي ترمزوا لي بحرف تي في او حرف اس، يعني انا كنتحكم في سرعه الغالق وكنخلي الكاميرا تتحكم في فتحه العدسه. هنا الكاميرا بعض المرات ما كتوصلش انها ديتيكتي ليا هذيك الموفمون اللي كتكون تحرك بها ولا اللي بغيت نصور بها انا، مثلا اللي كتكون سرعه عاليه بزاف الحركات السريعه او حركه بطيئه بزاف اللي بغيت نصور انا واحد صوره فنيه، يعني نصور غير حركه الضوء ولا حركه الرياح. يعني هنا الكاميرا كنعطيها انا فتحه، كنعطيها انا السرعه اللي بغيت وهي كتخلي لي فتحه العدسه على حساب العدسه اللي راكبه فيها. يعني العدسه مثلا الا كانت 2.8 ما غاديش تهبط لي اكثر، لان هذاك هو الحد الاقصى ديالها. دابا غندوزو للوضع اليدوي. داكشي اللي قرينا كامل واللي عرفناه في مثلث التعريض كنتحكموا فيه كامل يدويا. هنا عندك السرعه تتحكم فيها يدويا، فتحه الغالق يدويا، والايزو اللي كيبقى عندك حتى هو الاختيار، يا اما يدوي يا اما اوتوماتيكي. ولكن كنصح الناس اللي وصلوا للمستوى انهم يكونوا احترافيين انهم يخدموا بالوضع اليدوي. يعني هنا الصوره كناخذها بالشكل اللي بغيت انا، يعني كنتحكم في السرعه، كنتحكم في الفتحه، كنتحكم في الايزو ديالي. وهنا كنولي انا خطيت خطوه اولى في الاحتراف في التصوير الفوتوغرافي. شكرا لكم.